الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكلهم آتي يوم القيامة فردا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن كل من في السماء لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من في السماوات والأرض إلا
لقد أحصيهم لقد أحصيهم وعدهم عدا لقد أحصيهم سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك فإنما يسرناه بلسانك فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ذكرا وكما أهلكنا قبلهم من قرن وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا طاقة 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 ما كم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا Yeah.
بسم الله الرحمن الرحيم. طه بسم الله الرحمن الرحيم. طه بسم القرآن لتشقى إلا تذكرة. إلا تذكرة لمن يخشى. إلا تذكرة لمن يخشى. بسم الله الرحمن الرحيم. طه تذكرة لمن يخشي. إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى.
السر وأخفى الله لا إله إلا هو وله الأسماء الحسنى حديث موسى وهل أتيك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى فلما
صدق الله العظيم. فلما إنك بالوادي المقدس طوى وأن اخترناك فاستمع لما يوحى. La
وأقم الصلاة لذكري. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما فلما أتى نودي يا موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما إلهكم الله. إنما صدق الله العظيم.
كذلك نقص عليك من
يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا الله العظيم. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن ويسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا صدق الله العظيم صدق الله العظيم. ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال
قل ينسفها ربي نسفا الله العلي. فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا تري فيها عوجا ولا صدق الله العظيم. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يومئذ لا تنفع الشفاعة. صدق الله العظيم. الله العظيم. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. صدق الله.
صدق الله العظيم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. صدق الله العظيم. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. صدق الله العظيم. ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي العظيم. وعنت الوجوه للحي القيوم. وقد خاب من حمل ظلما. وعنت الوجوه للحي القيوم. وقد خاب من حمل ظلما. وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. صدق الله العظيم.
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا صدق الله العظيم. فتعالى الله الملك الحق رسول صلى الله عليه وسلم ايات بينات قد تلا على مستمع حضرتكم ذلكم العالم القراني قارئ مصر والعالم الاسلامي اجمع وقارئ اول بمحافظتي البحيره والاسكندريه
مديرة الأستاذ مكاري، الدكتور حامد منصور صفوت القطعاني موجه أول القراءات وعلوم القراءات بمعاهد الإسكندرية. درسته وكبرى مخازف راس حديثة مرمني إدارة المعلم مفتاح العباسي وأخوته المقيم بعزبة العباسي التابعة باسم الاتحاد. حضر السر معزيد، شكر الله وسعيكم جميعا.